بين جبال وسهول الهضبة الوسطى وعلى امتداد حوض المسيلة أكبر الأحواض النفطية المنتجة في محافظة حضرموت، ينتشر المئات من أفراد كتيبة حماية المنشآت النفطية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، حيث تقع على عاتق هذه القوة المعاد تشكيلها بعد الانسحاب المفاجئ لوحدات الجيش في إبريل من العام 2015 مسؤولية تأمين الحقول والقطاعات النفطية من أي اعتداءات أو أعمال تخريبية. نحن ننتشر على مساحة أكثر من 25 ألف كيلومتر مربع، ننتشر من مصدر التصدير في الضبة إلى من كل قطاعات حول المسيلة. نأمن الشركات من خلال إجراءات أمنية خاصة بحماية المنشآت، أعمال المراقبة وانتشار الأبراج والنوبات على مدار الساعة. الشيء الآخر هو أعمال الدوريات العسكرية القتالية التي تدور الحقول ومحيطها، تأمين حركة العاملين، حركة المهندسين، حركة المركبات. إعادة تشكيل هذه القوة والتي يشكل أبناء المنطقة غالبية قوامها ساهم وبشكل كبير في تطبيع واستقرار الأوضاع الأمنية في مناطق الامتياز النفطي، وهو ما ساعد الحكومة في استئناف الإنتاج النفطي من كافة حقول وقطاعات شركتها الوطنية بترومسيلة. نطمن الجميع أن قوة حماية الشركات وفرت الأمان للشركات ممتلكاتها وعامليها ونشاطها، والدليل على ذلك الإنتاج النفطي، استمرار الإنتاج النفطي وتأمين المشاريع الحديثة قامت بها بترومسيلة في مشاريع الكهرباء، نقل المعدات. ويغطي أفراد هذه القوة بقوامها الحالي أكثر من 70% من المساحة النفطية بالمحافظة، فيما ينتظر القائمون عليها بدء الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئاسية برفد القوة بنحو 500 مجند إضافي من أبناء المنطقة. الجنود والضباط صف كلهم أبناء المنطقة، أبناء حضرموت، لذلك تجد الأداء الواحد يدي أداء أكثر من 10 أشخاص في أي وقت مستعد يعمل، في وقت ممكن صباح المساء ممكن يقطع إجازته عن ما يستدعى، ممكن يمنع من إجازته، لأنه نحس أن الدافع الوطني أكثر فاعلية. وكان الانسحاب المفاجئ لوحدات الجيش المكلفة بحماية الشركات النفطية بالتزامن واندلاع الحرب في البلاد قد أدى لتوقف العمل في كافة قطاعات المسيلة وتعرض المئات من الآبار المنتجة لعمليات تخريب منظمة على أيدي جهات مجهولة، ما تسبب في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة لا يزال حتى اللحظة يعاني مترتباتها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.